بعد فعل الأمر الفعل المضارع. وهنا ضابط مهم وسبب هذه الكلمة الأخرى أليت من الأناء فهي أجمل وهي جامعة للحروف الأربعة من حروف المضارع. أي فعل إذا دخلت عليه نون التوكيد فهنا يبنى الاسم أحمد محمد بوعجينة رئيس قسم شؤون المساجد بمكتب أوقاف توكرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيسر مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية توكرة بإقامة هذه الدورة العلمية لرفع كفاءة الوعاظ وخطباء المساجد، وذلك نظراً لأن خطباءنا ووعاظنا ليسوا خريجي الكليات الدراسات الإسلامية أو المعاهد الدينية، ونظرا لما يأتينا في قسم المساجد بمكتب الأوقاف توكرة من بعض التقارير ومن بعض الملاحظات على الخطباء من الأخطاء اللغوية أو اختيار المواضيع أو أسلوب الطرح، فبادرنا بهذه الدورة، دورة رفع الكفاءة لوعاظي وخطباء المساجد لتحسين أدائهم وتعريفهم بهذه المهمة العظيمة حتى يكونوا على القدر الكافي من تحضير الخطب والدروس والمحاضرات والندوات، وأن يتناولوا المواضيع المهمة والتي تهم المسلم في حياته وفي منطقته وفي حيه، حتى يكون الخطيب الواعظ يعني على قدر من المستوى في الأداء وتعاطي مع القضية العامة التي يستفيد منها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم محمد كواش البرغفي، إمام وخطيب وواعظ بمكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية توكرة. هذه الدورة العلمية الأولى لرفع كفاءة الوعاظ وخطباء المساجد هي لرفع كفاءة الوعاظ كما هو معنون لها، ولصقل مهاراتهم وتنمية وتطوير أدائهم وتحسينه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجزي خيرا كل من ساهم في هذه الدورة من المحاضرين والمشاركين وكذلك المنظمين لهذه الدورة، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء، وبارك الله فيهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.